الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق الشوط 22 من أشواطنا الصباحية وشوط خاص بالبكار، مسافتنا 3 كيلومترات هي المسافة المحددة مع تحديات سن الحقائق ضمن سباقنا المحلي الثاني. ينطلق هذا الشوط بتحديات وإثارة جديدة مع هذا الصباح المميز. نسير مباشرة إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط لنتابع البداية، نتابع المركز الأول. هذه الفائزة من تتقدم بشعار محمد بن سعيد البريص المري، من يقدم لنا الفائزة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. نقل مباشرة إلى المركز الثاني لنجد ونتابع التواجد مشاهدينا الأعزاء من فوايد اللي خذت المركز الثاني. شعار البطل يتقدم خلال تقدم فوايد جابر بن سالم الجربوع المري، وفي المركز الثالث الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات هذه هتان القادمة بشعار طالب بن مسلم بن عقيل، من يقدم لنا هتان على مستوى المركز الثالث ورابع الأسماء. وشاهد التقدم والوصول من مخايل سالم بن مبارك الفيد المري، من يقدم لنا مخايل على مستوى المركز الرابع. وفي المركز الخامس اشتعال القادمة بشعار مبارك بن ناصر بن مبارك الشايق الهاجري، من يقدم لنا اشتعال على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء الخمس المتقدمة، ولكن شاهدوا معنا أيضا الأعداد القادمة والمندفعة في هذه الأثناء من خلال شاشة قناة الريان الفضائية في الكادر السفلي لنتابع التحديات القادمة والشعارات الواصلة والمندفعة في منافسات السباق المحل الثاني على أرضية ميدان التحدي. ما شاء الله وتبارك الرحمن، العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط على المركز الأول. هذه هتان مشاهدين الأعزاء اللي غيرت أمور الصدارة، أو هناك التواجد مشاهدي الكرام من الفائزة على الصدارة على مقدمة الشوط محمد بن سعيد البريص المري، الفائزة على المركز الأول بفارق جميل بينه وبين المركز الثاني. وهتان على المركز الثاني تتقدم بشعار طالب بن مسلم بن عقيل، من يقدم لنا هتان على المركز الثاني. المركز الثالث من وصلت في أول ندى بتول القادمة بشعار محمد بن بطي الحسن المري، وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا بتول على المركز الثالث والمركز الرابع. في رابع المراكز مشاهدين الأعزاء نجد القادمة مخايل سالم بن مبارك الفهيدة، من يقدم لنا مخايل. واشتعال الشهواني بدأت هي الأخرى تنضم بهذا الاندفاع الجميل. مبارك بن ناصر الشايق الهاجري، من يقدم انطلاقة اشتعال والاسم القادم. يا سلام، شاهد الأسماء الواصلة، تابع الشعارات التي بدأت تتقدم وبدأت أيضا تستهدف المقدمة، ولكن العودة إلى صدارة هذا الشوط والفائزة الفائزة 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 على الصدارة بشعار محمد بن سعيد البريص المري، من يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال تقدم الفائزة. ولكن شوف الوصول والاندفاع من هتان طالب بن مسلم بن عقيل المركز الثالث. يا سلام على هذه المنافسة الحارة بالفعل في الأمتار النهائية من الجانب اليمين، وتابع التسلل أيضا من مخايل الباحث عن نقطة هذا الشوط سالم بن مبارك الفيدة، من يقدم مخايل. ارصد لفو الواصلة بشعار المشروم علي بن محمد المشروم المري في أول ندى، والتقدم الآخر اللي شاهده مع بتول محمد بن بطي الحسنة المري، والاسم الواصل وصلت عزاوي في هذه اللحظات راشد بن سالم النابت المري عليها الرقم 1 في أول ندى، تتقدم في هذه اللحظات موقع أيضا مميز. وصلت الأسماء، بدأ المنافسة، بدأ التحدي، ولكن هنا مخايل على الصدارة. شوف هذا المشهد الجميل، ثلاثية جميلة على خط البداية مع تحرك مخايل والاندفاع أيضا من عزاوي 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 عزاوي. يا سلام يا سلام يا سلام، أمتار النهائية والذهبية راشد بن سالم النابت المري مع عزاوي يحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصلت مخايل لسالم بن مبارك الفيدة المري، والمركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب بتول لمحمد بن بطي الحسن المري. المركز الرابع من وصلت مشاهدي الأعزاء مع المركز الرابع فوارس لفلاح بن محمد مطويرش الوهيبي. المركز الخامس المركز الخامس مسرة لسالم بن محمد النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ملخص الإعادة وهذه المنافسة النهائية
في تحديات شوطنا الثاني والعشرون من أشواط الخير والبركة، وشاهدوا معنا هذه المنافسة حتى الرمق الأخير، ولكن عزاوي عليها الرقم واحد هي من وصلت أولا إلى خط النهاية لتحقق الفوز والانتصار بشعار راشد بن سالم النابت المري. توقيتها الزمني 4:42، 79 جزءا من الثاني. تهانينا لراشد بن سالم النابت المري على فوز عزاوي بالمركز الأول، بينما من وصل ثانيا مخايل في توقيت مقداره 4:43، 13 جزءا من الثاني. تهانينا لسالم بن مبارك الفهيد المري على فوز مخايل بالمركز الثاني وثالث المراكز اللي عليها الرقم 32، من وصلت ثالثا فوارس وتوقيتها الزمني 4:43، 45 جزءا من الثانية. تهانينا لفلاح بن محمد بن طويرش الوهيبي مع فوز فوارس بالمركز الثالث اللي وصلت في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس للجميع.